ربيع فين لو سمحت؟ ربيع الله يرحمه يا باشا. مين طلب منه يرجع لسرقتي؟ والله ما اعرف، لولا انه قال لي انها خدمه لراجل طيب قصده فيها ما كانش عملها. بس لما بعدها على طول استاذ طاهر اتقتل بالطريقه دي، ده خلينا نشك ان الحادثتين فيهم ارتباط ببعض. دور على حد تاني تعمل معاه سبق صحفي. سعيكم مشكور. صدقيني انا مش عايز اعمل حوار صحفي ولا حاجه، انا كل اللي عاوزه فعلا ان اللي عمل كده في استاذ طاهر ياخد جزاءه. مش ناقصه بقى واحده تيجي تشقلب لي البيت يعني؟ وبيني وبينك انا بحب اعيش لوحدي. انا متضايقه قوي يا جدو. انا معاك يا حبيبتي ان غدا اخلاقها غريبه شويه، بس هتاخدي عليها مع الوقت. عامل ايه فضيله يحيى نور الدين؟ عينك ما تغمش عليه ولا ثانيه واحده، تراقبه بالطريقه اللي قلت لك عليها. بابي كل يوم بيرجع متعور، بيحاول يوصل اللي عمل كده في مامي ويوسف. مفيش في الفيلا غير اللابتوب بتاعي. ممكن يكون خد الماتيريال وحطه على فلاشه وشالها في اي مكان هنا في الفيلا. مدام كوثر تسمح لنا نفتش الفيلا. فتره المراقبه اللي كانت عليه بتقول انه بطل سرقه واشتغل في محل كمبيوتر. حرامي شويه وبيشتغل في تجميع اجهزه الكمبيوتر، يعني داخل يدور على فلاشه. اللي اختار الواد ده عارف تاريخه كله، يعني كان عنده الملف اللي عندكم في الداخليه. افتكر كلامي اللي قلته لك كويس يا حازم. بس المعلومه دي خرجت من عندكم، محدش كان يعرف حاجه عن الفيديوهات دي غيرك انت واللي شغال معاهم. في حاجه بتحصل في التحقيقات اللي بيعملوها مش مريحاني، مش عايز مخلوق يعرف ان انا لقيت الفلاشه دي. اوصل بس لصاحب العربيه وبعد كده نشوف حكايه الراجل ده ايه. واحد بيقول لي عربيته مسروقه وعايزنا نبص له عليها عندنا. يا اخي اعتبرنا بصينا. قول له يجي. خليك ورا المجنون ده، ما تتحركش، انا جاي لك بقوه حالا. انا جاي ومعايا 10,000 جنيه، بس مش هاخد قصادهم عربيه، هاخد قصادهم معلومه. دي حمله، حمله كبيره قوي. يا نهار اسود، ده انا هدفنك هنا حي. انا نشوف بعض فيه. حبيبتي ماما ويوسف دلوقتي في الجنة، هم حاسين بيكي وعايزينك تدعي لهم. حبيبي ممكن اشوفه؟ حبيبي ممكن تبعتي لي الفيديو ده لو سمحتي؟ لا خلاص يا يوسف، بعد ما تعبت. تعالى اقعد كويس، شد الحزام.
الرخص؟ اتفضل يا حبيبي. يا باشا انت جايبنا هنا ليه؟ يا باشا بس فهمني في ايه؟ في ايه؟ لا اله الا الله. لا يا باشا لا يا باشا بس ايدك في ايه؟ قول لي بس يا باشا. يا باشا بس انت قول لي عايز ايه وانا اعمله. فهمني وانا اعملك اللي انت عايزه كله يا باشا. انتوا اللي سرقتوا العربيه دي؟ يا باشا هو كل ده عشان العربيه مسروقه؟ رد يالا. مش فاكر يا باشا. العربيه دي مسروقه من شارع عرفات اللي في الدقي من شهر. انا يا باشا افتكرت العربيه دي اللي صاحبها خدها بعدها على طول. انا كلمت صاحبها امبارح وقال لي انه ما خدهاش. يا باشا لو كل ده عشان العربيه مسروقه ندور عليها ونجيبها. تعدل يلا وقول لي العربيه دي فين. يا باشا مش عارف يا باشا. بس هي العربيه دي يا باشا كلمنا صاحبها وكان استعوض ربنا فيها، وبعد يومين كلمنا وجي خدها. والله يا باشا، والله يا باشا انا ما بكذب عليك. انتوا بتجيبوا نمر اصحاب العربيات منين؟ ها يا باشا اقول لك يا باشا احنا مظبطين مع امين شرطه في الاسم، وهو اللي بيجيب لنا ارقام تليفونات الناس اللي بتعمل محاضر. اسمه ايه الامين ده؟ الامين خالد البرنس يا باشا، وعهد الله يا باشا ما اعرف له اسم تاني. هات التليفون. مش معايا يا باشا. يا باشا تليفونه كان متسجل على الموبايل، والموبايل وقع منه واحنا بنجري، وبعدين يا باشا هو اصلا محرج على حد فينا يكلمه. هو اللي بيكلمنا لما يبقى عايز يدينا ارقام تليفونات حد او عايز ياخد نصيبه. انت شفت ياد صاحب العربيه دي وهو بيستلمها؟ يا باشا كانوا اتنين. شكلهم ايه؟ في حد فيهم في وشه علامه مميزه؟ يا باشا كان في واحد كده شكله بلطجي وكان معاه عيل صغير. عيل صغير؟ لا يعني يا باشا مش عيل صغير، يعني شاب كده شكله ابن ناس. لو شفت شكلهم تعرفهم؟ يا باشا طلعهم من وسط قلب. يا عشري تعالى لمنطقة جيم وهات لي معاك جنزير. يا باشا مش مستاهل يا باشا، انا مش عايز اخرج اصلا من هنا، خليني قاعد هنا في امان الله يا باشا بعد القلبان اللي حاصل بره ده. مش عايز اسمع صوتك، فاهم؟ لا مؤاخذة يا باشا انا مش فاهم حاجة يا باشا، ممكن تفهمني؟ هو انت يا باشا مع الحكومة ولا مش مع الحكومة؟ ولا هو في عربية من اللي احنا بناخدها دي قتل الضابط عشان كده عمل الحملة دي علينا؟ يا باشا لا مؤاخذة يعني احنا نسرق لكن نقتل لا. انت بتحقق من عندي يا حسين، انا عايز اعترافات كاملة على مكتبي بكرة الصبح. ما تقلقش يا فندم، انا كنت فعلا ناوي اعمل كده. المهم هنعمل ايه مع يحيى؟ يحيى زمانه فهم ان احنا مراقبينه، خلاص الكارت ده صعب نلعب بيه دلوقتي، خصوصا مع واحد زيه. اللي حصل النهارده ده معناه انه بيخفي عننا ادله كانت ممكن توصلنا للي قتل مراته وابنه. يحيى شاكك ان الفريق التحقيق مخترق وبيسرب معلومات. وسعادتك مصدق حاجه زي كده؟ مصدق؟ انا ما بستبعدش اي احتمال. يا فندم انا باكد لك ان فريق التحقيقات ده بالذات انا اشتغلت معاه قبل كده واحد سنين طويله. يعني مستحيل اي حد فيهم يعمل حاجه زي كده. ده طبعا لو سعادتك واثق فيا وفي كلامي. ولك يا حسين عملت ايه في تقرير المعمل الجنائي؟ ايه نوع الاسلحه اللي العيال دي استخدموها؟ الاسلحه كلها ميري ومسروقه، بس طبعا الموضوع مفهوم. العيال دي هربت ايام فتح السجون، فاكيد الاسلحه دي كانت مسروقه من قبل كده. كويس يا حسين، كويس جدا، بدات تشغل دماغك اهو. كله بفضل توجيهاتك يا فندم. سعادتك تؤمرني باي خدمات تانية؟ لا خالص، اتفضل انت. بعد إذن سعادتك.
مالك انت كويس؟ ما تقلقيش حبيبتي انا كويس. انا ما اعرفش انا نمت كده ازاي. الاصل اول ما دخلت وقعدت شويه لقيت نفسي روحت في النوم. المهم انت عامله ايه؟ طمنيني عليكي. انا كويسه بس انت اللي مش كويس خالص بوبي. انا مش صغيره وعارفه انت بتعمل ايه عشان خاطر سيب اللي انت بتعمله للبوليس. بوبي انت لو حصلك حاجه انا هبقى لوحدي وانا ماليش غيرك خلاص. اطمني يا حبيبتي سيبيها على ربنا. احنا مش هنشوف غير اللي انكتب لنا. ايضا يلا قوميني بقى لحسن لو سكتنا دقيقه كمان هروح في الغيبوبه من تاني. انا رجعت المقايسه وشايفه ان انتوا من كل بند ممكن نوفر 5 مليون جنيه. نعم ده مستحيل. 5 مليون احنا نسيب المشروع افضل. ما احنا لو ما وفرناش الرقم ده هنسيبه غصب عننا. تحب ايه؟ احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه لكن 5 مليون ده مستحيل. وانا برضو بقول كده. وانا شايفه ان محدش يديني رايه غير لما تعملوا مراجعه. راجعوا المقايسه تاني. مدام ناهد احنا شغالين وبنحاول نضغط الميزانيه بس حكايه 5 مليون في كل مرحله دي مستحيل. حاولوا. ما تلاقيش يا مدام ناهد هتتحل. برافو هو ده اللي انا عايزه اسمعه. وما تنسوش ان احنا عندنا الديدلاين 3 ايام بس. هتتحل ازاي يا مفتي الديار؟ انا شايف انها ممكن تتحل. وانت ازاي تشوف؟ هو مين هنا مدير المشروعات؟ انا ولا انت؟ ازاي تتجوزني؟ ده رايي. وبعدين مريم قالت رايها. ده معناه ان هي اتجوزتك؟ انتوا مش ملاحظين مدام ناهد متغيره بقى لها شويه كده وبقت ناشفه وكانها بتحاول تقلد مستر يحيى ومش عارفه؟ صحيح مش حاجه زي دي المفروض مستر يحيى يكون عارفها؟ هو فين مستر يحيى؟ هو فاضلنا؟ ده حتى التليفونات ما بيردش عليها وكم مره اللي بيجي فيهم هنا ما بيقابلش حد. انا مش عارف ازاي سايب لها الشركه بالشكل ده. انت نسيت اللي حصل له؟ يا ستي كلنا مقدرين الظرف بس خلاص الدنيا مش هتقف. دي الوقت وان شاء الله هيرجع لنا تاني. يا ريت يرجع قبل الدنيا ما تخرب. انا هقوم اجيب الاوراق عشان نختص بقى تاني في المستنقع ده. انا جاي معاك. متقلقيش يا مدامنا. معلش يا حازم ليه بس انت كان لازم تسمع كلام الواد ده بنفسك. انا مستنيكم الصبح ما طلعتوش بحاجه مفيده. هتشوف يا باشا. افتح يا ابني. اصحى قول يا لا باشا الكلام اللي انت قلته لي من شويه. كان في واحد يا باشا فهمنا انه بيدور على عربيته يعني عربيته مسروقه بس احنا كنا شاكين فيه. كنا فاكرين واحد منكم بس يعني اول ما انتوا دخلتوا هرب هو ولد غريب. هو الراجل اللي في الصوره دي؟ ايوه هو ده يا باشا. الراجل ده كان مفهمكم انه عربيته مسروقه عايزكم تساعدوه. قلت لك كان عايز ايه بقى؟ كان معاه فيديو على الموبايل في عربيه فكنا يعني احنا اللي سرقناها وكان عايزنا ندله عليها وناخد اللي فيه النصيب. كان معاه تسجيلات الكاميرا. انت يلا شفت الفيديو ده؟ يا باشا شفته فين واحنا لحقنا ما انتوا طبيتوا علينا وهو هرب. الراجل ده وصل لكم ازاي؟ اتصل بيها بالتليفون سعادتك. كان بيدور على عربيه مسروقه بتاعته. ايوه وانت بقى قلتوا تساعدوه بقلبكم الطيب على روح امك. يا باشا هو تعال تعال يلا ما تنطع. يا باشا اصل هو يعني قلنا يجي يشوف لو لقى عربيته ياخدها لو ما لقاهاش سعادتك فاهم بقى يا باشا. طيب مع السلامه مع السلامه. احنا تقريبا عرفنا يحيى وصل للفيديو ازاي. تمام. على فكره انا قلت لكل الموظفين مفيش ولا يوم اجازه. في ناس بتعتقد ان موت الاستاذ طاهر معناه نهايه الدار لان الاستاذ طاهر الله يرحمه كان بيعمل كل حاجه بنفسه. طيب بالنسبه للمستحقات الماليه بتاعه الموظفين حضرتك بتقول ان المرتبات كان بياخدها المحاسب بشيك من بابا. هو كان لحق يعني يمضي الشيك الشهر ده؟ الاستاذ طاهر كان مديني حق التوقيع بس انا عمري ما استعملته بس انا هستغله دلوقتي. لو حضرتك عايزه حق التوقيع ده ليكي انا ما عنديش اي مانع. استاذ طاهر كان بيعتبر استاذ عبد العليم هنا زيه تمام والشهاده لله يعني استاذ عبد العليم طول عمره مخلص للشغل وللدار. من غير ما تقول يا شيماء
انا ما كنتش اعرف صحاب لبابا غير استاذ عبد العليم. انا طبعا يعني مش هبقى موجوده زي ما بابا كان موجود، فالحمل هيكون عليكم انتوا الاثنين. الدار دي بداناها انا وبابا الله يرحمه من زمان، وشايلها على كتافي ومش هسيبها الا لما اقابل رب كريم. ربنا يديك الصحه. انا هبقى احاول اجي كل يوم عشان اطمن على الدار. تنوري يا دكتور. طيب انا ليا طلب صغير. اموري. احنا عندنا ارشيف صور مش كده؟ ارشيف صور؟ اه، الصور اللي بتتاخد في الندوات والمؤتمرات الصحفيه والصور اللي بتنشرها الدار في الجرايد. عندنا ارشيف بالكلام ده ولا مفيش؟ اه موجود طبعا. طيب تمام، انا عايزه الارشيف ده كله. انت عارفه الدار دي بقى لها كام سنه؟ اه عارفه، وعايزه الارشيف ده كله دلوقتي حالا. تؤمر يا فندم. اتفضل. استاذ عبد العليم. هو انت تعرف صحفي اسمه سام؟ سام؟ اه اعرفه. ليه؟ اصله جالي البيت وقال لي ان بابا كان طالب منه يعمل سيرتش على حد، وانه شاكك ان الحد ده ممكن يكون له علاقه باللي حصل. عامه قال كلام غريب وانا نهيت المقابله وما كنتش عايز اسمع. قاعده مش مريح. وعلى فكره هو جالي ساعه العزاء واتكلم معايا، بس انا ما ارتحتلوش. ايوه بس انا عايز اعرف بابا طلب منه ايه. خلاص حضرتك اطلبيه. ما انا هطلبه، هخليه يجي هنا وهقابله، بس انا عايزاك تبقى موجود في المقابله، ممكن؟ اه طبعا، انا هحضر الصور واول ما يجي اطلبيني على اسمك. اتفضل. اتفضل حضرتك. ايه ده؟ ممكن حضرتك تفتح الكتاب بشكل عشوائي؟ اكيد فتح على صفحة 104 صح؟ ايه يا دكتور؟ انت بقيت حاوي ولا ايه؟ لا الموضوع بسيط جدا يا فندم. شوف، هو اي كتاب بيتحط فيه اي حاجة في النص ويتقفل عليه بتعمل فرق في الصفحات، فدايما تلاقي الصفحات دي اللي موجود فيها الحاجة دي بتتفتح معاك اول ما تيجي تفر في الكتاب. يعني حضرتك لو بصيت في نفس الصفحة اللي أنا قلت لك عليها هتلاقي علامة بسيطة في النص بالظبط. العلامة دي عاملة حز في الورق. الحز ده تقريبا يعني مقاس فلاشة صغيرة كان في حد مخبيها جوه الكتاب وقافل عليها. الموضوع ببساطة مش محتاج معمل جنائي ولا حاجة، كل ما في الأمر إن إحنا ما بندور على الصعب السهل بيفوتنا. لقيت الكتاب ده فين؟ الكتاب ده كان مع يحيى وإحنا بنفتش في المكتبة. لما طلبت منه انه يخرج رجعه مكانه. احنا طبعا شكينا في الموضوع، طلبت منهم يفحصوا الكتاب ودي كانت النتيجه. كده عرفنا يحيى وصل الفيديو ازاي. ماشي ماشي. عملت ايه في تخرج القنبله؟ تمام يا فندم، طلعت قنبله سي 4 متوصله بمفجر صنع يدوي. سي 4؟ انسى بقى ان احنا نوصل لاي حاجه من خلالها. امريكا بجلاله قدرها مش عارفه تسيطر على تهريبها ولا حتى تتبعها. بالظبط كده يا فندم، ده اللي قاله المعمل الجنائي، خاصة إن مفيش عليها أي بصمات. هو سعادتك كنت قاري على الموضوع ده؟ قاري؟ أنت نسيت إن أنا كنت من الحراس الشخصي للرئيس؟ المعلومات دي إحنا بنعرفها من أول يوم تدريب. ما أنت فاكر يحيى فلت منها إزاي؟ قول لي يا حسين، عملت إيه في التحقيقات بتاعت الواد اللي اتقتل وهو بيقتحم فيلا طاهر؟ ربيع حامد، الرائد جمال علي حقق مع أهله ومع زمايله في الشغل، بس النتيجة طلعت غريبة جدا. الواد ده فعلا كان مبطل سرقة بقاله 5 سنين وشغال كويس قوي. كل زمايله واللي حواليه ما كانوش مصدقين انه رجع للسرقه تاني، بس يا باشا مراته قالت لنا على حاجه غريبه قوي. ايه؟ قالت لنا انه في اخر يومين كان عصبي ومتضايق جدا ومتوتر، وكان دايما يقول لها ان في حد بيضغط عليه عشان يرجع للسرقه تاني، بس اللي كان مصبره ومهون عليه ان اللي هيسرقه ده هيرجع الحق لاصحابه. هيرجع الحق لاصحابه؟ ايه الكلام ده؟ معرفش يا فندم، هي قالت ان هو قال لها كده وما تعرفش اي حاجه تانيه. غريبه قوي الحكايه دي. أستاذ طاهر كان طلب مني أعمل له خدمة، وكان موصيني محدش يعرف حاجة خالص عن اللي أنا بعمله، بس طبعًا دلوقتي الوضع اختلف، ولازم كلكم تبقوا عارفين. الخدمة كانت سيرش عن تاريخ يونس عبد الحميد. مين يونس عبد الحميد ده؟ مدير مكتب رئيس الجمهورية في التسعينات. طب وإيه المشكلة؟ ما أنا جاي لحضرتك في الكلام. يونس عبد الحميد كان ضمن الوفد الرئاسي اللي سافر مع الرئيس أديس أبابا ساعة محاولة الاغتيال. لحد هنا عادي. انما اللي مش عادي بقى فريق الحراسات اللي كان مع الرئيس ساعتها.
واللي احبط محاوله الاغتيال. كان ضمنهم الضابط يحيى نور الدين. يحيى؟ بالظبط كده. اكيد في علاقه بتربط بين يونس ويحيى. الاثنين كانوا بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت وفي نفس المكان. وبعد 20 سنه يحيى بيتعرض لمحاوله اغتيال، بعدها على طول استاذ طاهر يتقتل. مش دي صدفه غريبه برضو؟ ايوه يعني، بس ايه اللي خلى بابا اصلا يخليك تدور على يونس ده؟ انا بصراحه ما اعرفش، بس قلت اكيد القريبين منه ممكن يكونوا عارفين حاجه شبه كده. متشكرين يا استاذ وسام. والدكتوره هتفكر في الكلام اللي انت قلته، ولو احتاجتك في حاجه هنكلمك. متشكر جدا. النسخه دي بتاعت حضرتك بعد اذنك. شكرا. اتفضل. غريبة أوي الجدع ده. مش فاهمة قصدك. بصراحة أنا مش مطمن له. حاجة من الاتنين، يا إما الجدع ده بيقرأ روايات وبيتفرج على مسلسلات بوليسية فلحست عقله، يا إما هيورطنا في حاجة إحنا مالناش فيها. بعدين إيه حكاية مدير مكتب رئاسة الجمهورية دي؟ مش عارفة، بس الكلام اللي بيقوله يعني غريب. ما هو لازم يقول كلام غريب عشان يشد انتباهك. عموما أنت حرة، أنا خايف عليكي وعلى الدار وعلى سيرة المرحوم الله يرحمه. عموما يا بنتي ما تثقيش في حد عامل نفسه عايز مصلحتك. اللي عايز يعمل مصلحة بيعملها من غير ما يقول لحد، إلا إذا كان له مصلحة عند الحد ده. بعدين إيه المصلحة اللي عايز يعملها مع واحد مات؟ أنت مش شايفة إن دي حاجة ما تخشش العقل؟ على إذنك. هي دي العربيه؟ ايوه. طارق باشا. باشا سعيد، اتكل على الله. اي امر تاني يا باشا؟ لا، بس ما تقفلش الموبايل بتاعك، احتاجك تاني قوي قريب. تحت امرك يا باشا. ازيك يا استاذ وسام؟ الو دكتوره سلمى، انا اسف ان انا بكلم حضرتك من غير ميعاد. ولا يهمك، انا بس كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع كده وما كنتش عايزك تفهميني غلط. اتفضل. انا مش فاهم بصراحه الطريقه اللي بيعاملني بيها استاذ عبد العليم. انا مش بكلمك طبعا عشان متضايق ولا بشتكي ولا حاجه، انا بس كل الموضوع ان انا مستغربه مش اكتر. ما انا برضو مستغربه هو عاملك كده ليه؟ هو انتوا كان في بينكم مشاكل؟ لا 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 خالص، بالعكس الراجل كان لطيف جدا معايا لحد ما بدأت أكلمه في موضوع الحادثة وملابساتها، ولما عرف إن أنا بدور وراها ابتدى يعاملني بالطريقة اللي أنت شايفاها دي. طيب أنا آسفة، يعني أعتذر لك بالنيابة عنه. لا مفيش اعتذار ولا حاجة دكتورة، أنا كل اللي أنا عايزه بس إنك تفكري في اللي أنا قلته لك من غير ما يكون حد مؤثر على تفكيرك. وأتمنى إن أنت تكلميني مرة تانية. آسف مرة كمان على الإزعاج. ولا يهمك، شكرا يا أستاذ وسام، مع السلامة. مع السلامة. اتفضل يا يحيى. ايوه سلمى، خير؟ لا لا لسه صاحي، ما نمتش. طيب انا جاي لك حالا. سلام. Thank you.
رايح فين؟ رايح مشوار مهم. طب انت كنت جاي تعبان قوي، انت محتاج تستريح اكتر من كده. ما تقلقيش يا حبيبتي، ابوك ياما استحمل اكتر من كده بكتير. هتبات بره؟ لسه مش عارف، بس ما تقلقيش. ايه ده؟ غادة! 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 هي فين دلوقتي؟ ايه يا ايتن في ايه مالك؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه اللي انا عملته؟ انت ازاي تحطي الفيديو بتاع يوسف على الفيسبوك؟ ودي فيها ايه يعني؟ انا كنت فاكراكي عايزاه عشان تاخديه مش عشان تحطيه على الفيسبوك. ما انت عارفه ان انا كل حاجه عندي بشيرك وده العادي بتاعي. انا بقى مش كده، في حاجه اسمها برايفسي. انا اصلا بكره الناس اللي كل ما تخش التواليت تتصور وتعمل بوست. دي هو انت تقصدي ايه بالكلام ده؟ ما اقصدش حاجه، بس شيل الفيديو ده حالا. ما عرفتش اسيطر على نفسي يا سلمى، مقدرتش افكر. كل اللي كنت شايفه قدامي يوسف. كل ما كنت اجي اكلمها امسك نفسي علشان ما اقولش اسم منى. اول مره الاقي نفسي مشدد كده. ازاي يعني يا يحيى؟ ازاي يصعبوا عليك اصلا؟ دول حراميه. مش جوزها ده اللي حاول يقتلني وكان عاوز يقتلك؟ ما قدرتش اضغط عليها اكتر من كده. بقول لك كنت شايف يوسف. وبعدين بقى انا مصدقها، هي فعلا ما تعرفش حاجه. يعني لو جات لك هتشغلها؟ انا حاسس ان انا رجعت الداخليه وبدي تقرير المهمه للرئيس بتاعي. مش انت اللي قلت احنا في مركب واحده؟ شكلي هندم على الكلمه دي. الله، ايه يا يحيى؟ انت اللي شاركتني من الاول في اللي بتعمله، فلازم اعرف كل حاجه. وانا بقول لك على كل حاجه. انت بقى قولي لي ايه الموضوع المهم اللي كنت عاوزاني فيه. ماشي. في صحفي اسمه سام كان ناشر عندنا مجموعه قصصيه، بيقول ان بابي كان طالب منه يدور على معلومات عن شخص معين وان هو عمل كده. ما لحقش اديها له يعني، الله يرحمه. المهم كلامه منطقي جدا، بس استاذ عبد العليم عمال يشككني في وسام، وسام بيشككني في استاذ عبد العليم. وانا بصراحه بقيت تايهه، يعني مش عارفه اصدق مين فيهم. ايه هي طبيعه المعلومات دي؟ الغريب ان المعلومات